حكاية بلدنا يا ابني بتشبه حكاية بقرة جحا. جحا يا ابني كان عنده بقرة، بيوم من الأيام وقعت البقرة وكسرت إجرة، ولأنه كسور البهايم ما بتتجبر اضطر جحا يذبح البقرة ويوزع لحمة على أهل الضيعة، وبعد كم يوم صار يطوف على أهل الضيعة يجمع مساعدات ليشتري بقرة جديدة. يوم بعد يوم الناس بقيت تدفع وجحا ما عاد اشترى بقرة. هيك بلدنا، إنما في فرق صغير. ببلدنا البقرة هي الدولة، وقعت وتكسرت، لكن الناس ما عاد بدها تدفع وما عاد بدها تاكل لحمة. الناس عم تاكل شيء تاني، وبدها تعرف كيف بده يصرف جحا المصاري اللي عم يشحدها. هذا رأيي، فكر فيه.